السلام عليكم، اهلا بيكم في اول فيديو معانا السنه دي من باثولوجي فور دوميز. اول مديول هنتكلم عنه السنه دي هو مديول الريبرودكتيف سيستم او الجهاز التناسلي، وبيكتسب المديول ده اهميه كبيره جدا لانه بيناقش مشكله خطر قوي، وهي مشكله العقم. مشكله مش بس خطر عضويا، ده كمان خطر نفسيا على ناس كتير جدا، لان موضوع الخلفه ده اهم حاجه عند البني ادم، فبالتالي امراض الخلفه او امراض العقم دي حاجه خطيره جدا وحاجه مهمه جدا ان تبقى على درايه بيها. احنا النهارده مش هنتكلم على كل امراض الريبرودكتيف سيستم طبعا، النهارده هنتكلم على جزء معين من امراض الميل ريبرودكتيف سيستم، هنتكلم عن جزء معين من امراض الجهاز التناسلي الذكري. وكعاده الباثولوجي في تقسيمه الامراض بتاعتها، بنقسم الامراض بتاعت اي سيستم لثلاث اقسام. اول قسم هو قسم الانفلاميشن او الالتهاب، تاني قسم هو قسم التومرز او الاورام، تالت قسم هو قسم اذرز، يعني هو لا هو انفلاميشن ولا هو تومرز. احنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الثلاثه بس مش هنخلصهم كلهم. اول حاجه عندنا النهارده هي الانفلاميشن، امراض الالتهاب. يا ترى ايه اللي ممكن في الجهاز التناسلي الذكري يلتهب؟ اول حاجه الخصيه اللي هي التستيكلز، والتهاب الخصيه بيتقال عليه اوركايتس. في حاجه مهمه ممكن نعرفها عنه، في حاجه مهمه واحده بس، ايه اشهر اورجانيزم ممكن يعمله؟ ايه اشهر كائن حي ممكن يعمل الاوركايتس ده؟ اشهر حاجه هو فيروس المومز، فيروس الغده النكافيه، ده ممكن ياثر على التستيكلز ويعمل لها التهاب. ده اشهر فيروس بيعمل الكلام ده، المومز فيروس، ودي المعلومه الوحيده المهمه فيه. طيب في جزء تاني ممكن يلتهب، جزء البربخ او الابيديديمس، والتهابه بيساوي او التهابه بيسمى الابيديديمايتس. طيب ايه المهم برضو في الابيديديمايتس؟ كذلك برضو المهم فيه هو الاورجانيزم او الكائنات المسببه ليه. الابيديديمايتس ده على نوعين، نوع اكيوت ونوع كرونيك، نوع حاد ونوع مزمن. طب الاكيوت ابيديديمايتس ده ايه الاورجانيزمات اللي ممكن تعمله، او ايه الاورجانيزمس اللي ممكن تسببه؟ والله على حسب السن، يعني لو انت قاعد في الاستقبال وجالك عيان عنده اكيوت ابيديديمايتس لكن سنه اقل من 35 سنه، فغالبا ده يا جونوريا يا اما كلاميديا، يا اما جونوريا يا اما كلاميديا. طب لو الراجل ده سنه اكبر من 35 سنه، لا هو مش كده خالص، يبقى الاورجانيزم اللي ممكن يسببه يا اما ايكولاي يا اما سودومونس. يبقى لو اقل من 35 سنه يا اما جونوريا يا اما كلاميديا، ولو اكبر من 35 سنه يا اما ايكولاي يا اما سودومونس. ده في الاكيوت. امال في الكرونيك ابيديديمايتس ايه الاورجانيزم اللي ممكن يعمله؟ حاجه اسمها تيوبركلوزس او السل. يبقى نراجع تاني، الاوركايتس او التهاب الخصيه ايه اكتر حاجه ممكن تعملها؟ هو المامز او فيروس الغده النكافيه. والابيديديمايتس او التهاب البربخ ايه اللي ممكن يعمله؟ والله على حسب، هو اكيوت ولا كرونيك؟ لو كرونيك هنخلص منه بالتي بي، خلاص التي بي ده او السل هو اكتر حاجه بتعمل كرونيك ابيديديمايتس. امال اكيوت؟ والله برضو على حسب. على حسب ايه يا دكتور؟ على حسب السن، يعني لو اكبر من 35 سنه عندك ايكولاي او سودومونس، ولو اصغر من 35 سنه عندنا يا اما جونوريا يا اما كلاميديا. احنا كده خلصنا الانفلاميشن او قسم الالتهاب. ندخل بعد كده على قسم تاني، هو قسم الاورام، بس هنأجل الكلام فيه شويه لانه اهم قسم، فخلينا نختم بيه. هنتكلم على حاجه تانيه في الاذرز، مرض تاني بيحصل في الجهاز التناسلي الذكري لكن هو لا انفلاميشن ولا تومور. طيب المرض ده اسمه ايه؟ اسمه بيناين بروستاتيك هايبربليزيا. المرض ده بيحصل في عضو اسمه البروستاتا، والبروستاتا دي مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن تغذيه السائل المنوي، بتعمل غذاء للسائل المنوي، فبالتالي هي طبعا حاجه مهمه. طيب في مرض مشهور جدا اسمه بيناين بروستاتيك هايبربليزيا، موجود عند ناس كتير جدا فوق ما انت متخيل، ده موجود عند ناس كتير جدا لدرجه ان معظمهم مش عارف ان عنده المرض ده، بيناين بروستاتيك هايبربليزيا. طيب كعاده الباثولوجي تعالى ناخدها ايتمز كده. اول حاجه ديفينيشن، يعني ايه بيناين بروستاتيك هايبربليزيا؟ زي ما قلت لك هو نون نيوبلاستيك انلارجمنت اوف ذا بروستات، يعني تضخم في البروستاتا لكن مش تضخم سرطاني، نون نيوبلاستيك انلارجمنت اوف ذا بروستات. ادي اول نقطه عاوز اقولها. تاني نقطه ان هو فيري كومن عند ناس كتير جدا، لدرجه ان بعض العلماء بيشخصوه ان هو مش مرض، ان هو جزء عادي جدا من مرحله الشيخوخه، يعني كل ما تزيد في السن كل ما الموضوع ده هيبدا يظهر عندك كميل، يعني حاجه مش مرضيه اصلا، حاجه بتحصل طبيعي في مرحله الشيخوخه، زي ما شعرك مثلا بيبيض، زي ما بيحصل لك حاجات كتير من ضمنها ان بيحصل لك بيناين بروستاتيك هايبربليزيا. دي تاني معلومه، ان هو بيعتبر فيري كومن لدرجه انه بيعتبر حاجه طبيعيه. تالت معلومه انه بيزيد مع الايدج، بيزيد مع السن، يعني كل ما سنك بيزيد كل ما احتماليه ان يجيلك بيناين بروستاتيك هايبربليزيا بتزيد. طيب يعني هو فيري كومن، بيعتبر من الشيخوخه عادي،
اتفقنا ان هو نانيو بلاستيك مش سرطاني، واتفقنا ان هو بيزيد مع السن. دي الاربع معلومات اللي عايزين نقولها عن الديفينيشن. طيب يا ترى الايتيولوجي بتاعه ايه؟ يا ترى ايه اسبابه؟ اسباب البنايت بروستيك هايبربلازيا بتتلخص في كلمه واحده الا وهي الاندروجينز، هرمونات الذكوره. ساعات بتبقى متلخبطه، سبيشالي هرمون اسمه دي اتش تي داي هيدرو تستوستيرون. الهرمون ده لما بيزيد في الدم عندك بيعمل او بيزود احتماليه المرض ده، البنايت بروستيك هايبربلازيا. يبقى كلمه واحده في الاسباب الاندروجينز او هرمونات الذكوره، ما بين قوسين دي اتش تي. تالت حاجه عايز اتكلم عنها هي الجروس بيكتشر. يا ترى شكل البروستاتا بعد ما يجي لها الورم ده، او بعد سوري بعد ما يجي لها المرض ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ طبعا هي بنايم بروستاتيك هايبر بليزيا، يعني حجمها هيزيد، فبالتالي اللارجمنت ان ذا سايز. تاني حاجه ان بتبقى فيرم، بتبقى ناشفه. تالت حاجه انا لو جبت سكينه كده وقطعتها زي البرتقانه، هبص الاقي ان في جزء منها سوليد وجزء منها سبونجي، جزء منها ناشف مصمت وجزء منها اسفنجي. رابع حاجه عايز اتكلم عنها ودي الاهم ودي اللي تركز عليها، ان السنترال بورت هو اللي بيتاثر الاول، مش اليوريت، مش البروستات بتتقسم ثلاث اجزاء، بريفرال بورت وسنترال بورت وما بينهم حاجه اسمها ترانزيشنال بورت. او السنترال بورت بقى اللي جوه ده اول حاجه بيتاثر، وده هينعكس بعد كده في الكومبليكيشنز، بس يعني حطها في دماغك ان الجزء اللي هو السنترال هو اهم حاجه او اول حاجه بتتاثر. جميل جدا. ندخل على الايتام اللي بعد كده، الميكروسكوب بيكتشر. يا ترى شكل البروستاتا ده لما اخد منها شريحه واحطها تحت الميكروسكوب هلاقي فيها ايه؟ هلاقي فيها عنوانها هايبربليزيا، بنايم بروستاتيك هايبربليزيا، هايبربليزيا. هايبربليزيا في كل مكونات البروستاتا. هي البروستاتا بتتكون من ايه؟ بتتكون من جزئين، جلاند او جزء غده وستروما او فايبر ماسكلر ستروما. يبقى عندي جلاند وعندي ستروما، دي بتزيد ودي بتزيد. الجلاند دي بتزيد فبتعمل حاجه هي اهم ما يكون في المرض ده. يعني لو في كلمه واحده تعرفها عن المرض ده بس هي اللي هقولها لك عليها دلوقتي، دي حاجه اسمها كوربورا اميليشي. اتفقنا ان البروستات بتطلع غذاء للسائل المنوي. الغذاء ده لما يطلع بزياده قوي، لما يطلع بشكل جنوني، يبدا يتجلط ويعمل بعض الاجسام اسمها الكوربورا اميليشيا. كوربورا كلمه كوربورا يعني اجسام، واميليشيا يعني اميلويد. اميلويد يعني بروتين بويز، يعني سائل بويز. ما هو البروستاتا عماله تطلع سائل كتير كتير كتير، فبدات تخرف، بدات تطلع سائل بويز، فبالتالي بقى بتحول لاميلويد. فبالتالي اسم السائل المتجلط ده اسمه كوربورا اميليشيا او اجسام الاميلويد، كوربورا اميليشيا. دي اهم كلمه النهارده. طيب ده بالنسبه للجلاندس، لما تزيد هتعمل لي كوربورا اميليشيا. امال الاستروما الجزء الثاني من البروستاتا لما يزيد هيعمل ايه؟ هيعمل حاجه اسمها ليمفوسيتك انفلتريشن. لما الاستروما تزيد مش بس هتزيد في مكوناتها، ده كمان هتنادي على خلايا ثانيه تيجي معاها اسمها ليمفوسايتس. فعندي كده كوربورا اميليشيا وليمفوسيتك انفلتريشن. تعالى نعيد ثاني الديفينيشن بتاع البنايم بروستيك هايبربليزيا، ان هي فيري فيري كومن نون نيوبلاستيك انلارجمنت اوف ذا بروستات، حاجه طبيعيه جدا لدرجه ان الناس مش بتعتبرها مرض، بتحصل عند ناس كتير وبتزيد مع السن. ده الديفينيشن. الايتيولوجي كلمه واحده اندروجينز او هرمونات الذكوره سبيشالي دي اتش تي. الجروس بيكتشر بتزيد في الحجم، الكونسستنسي بتاعها بيبقى يا اما ناشف يا اما سبونجي زي ما اتفقنا. واهم معلومه ان هو السنترال بارت هو اول بارت بيتاثر. رابع حاجه الميكروسكوب بيكتشر قال لك والله جاي من عنوانها هايبربليزيا في الجزئين، في جزء الجلاند وجزء الاستروما. جزء الجلاند لما يزيد هيعمل لي كوربورا اميليشيا، اهم كلمه النهارده، وجزء الاستروما لما يزيد هيجيب لي ليمفوسايتس كمان. اخر حاجه هقولها في البنايم بروستاتيك هايبربليزيا هي كومبليكيشنز. والله منطقيا يعني مش محتاجه تتحفظ. هو انا لما حجم البروستاتا يزيد واتفقنا انه يضغط على السنترال بورت ويضيق الكنال او يضيق الفتحه بتاعه السنترال بورت دي، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اوبستراكشن، الدنيا هتقفل. طب لما يحصل اوبستراكشن ايه اللي ممكن يحصل؟ لما يحصل اوبستراكشن اليورين اللي نازل هيوقف، اليورين اللي نازل هيتحبس، فيحصل انحباس للبول، حاجه اسمها يورين ريتنشن. وممكن نتيجه انحباس البول ده يجيله تبول لا ارادي، يحصل حاجه اسمها يورينري انكونتيننس. يبقى اول حاجه يحصل اوبستراكشن، هتقفل نتيجه طبعا الضغط الشديد من مكونات البروستاتا نفسها، فتعمل حاجه اسمها يورين ريتنشن او انحباس للبول. ادي اول حاجه. طب لما يحصل انحباس للبول، مش البول ده سائل والسائل ده هيحصل له انحباس، يعني هيقف، هيحصل له ستيزس، هيستقر، فهموه عليه انفكشن، فهموه عليه عدوى. يبقى انا عندي اول حاجه اوبستراكشن، تاني حاجه ستيزس وانفكشن، تالت حاجه بقى ان نتيجه الانحباس الشديد ده البول هيبدا يرجع ورا ويبدا يوسع المسافات اللي محبوس فيها، يعمل حاجه اسمها هيدرونيفروزيس، يوسع الكاليسيس بتاعه الكلى، يوسع اكياس الكليه نفسها.
لان هو كميته كبيره جدا ومنحبس بطريقه كبيره جدا نتيجه دي البروستاتا. يبقى تاني اول حاجه اوبستراكشن، ونتيجه الاوبستراكشن هيحصل ستيزس وانفكشن، ونتيجه كل الكلام الحلو ده هيحصل دايليتيشن وهايدرونيفروزس، يعني هتوسع يعني الاكياس بتاعه الكلى او الكاليسيس بتاعه الكلى. انا كده خلصت اهم حاجه عندي النهارده اللي هي البناين بروستاتيك هايبربليزيا. تعالى ندخل بقى في قضيه تانية او اهم او قضيه مهمه برده، مش اهم قضيه، اهم قضيه عندنا هي اللي هو المرض ده، مرض مهم جدا مفيش امتحان داخله منه. تعالى ندخل بقى على اخر فقره عندنا النهارده وهي فقره الاورام، القسم الثالث والاخير في امراض الجهاز التناسلي الذكري. والنهارده انا هتكلم على ورمين بس، والباقي ان شاء الله هنتكلم عنه المره الجايه ونفنش الميل. اول حاجه هو ورم في البروستاتا. مش انت لسه متكلم على البروستاتا؟ ايه بس كنت بتكلم على مرض، مش ورم، مرض مجرد تضخم بس بيحصل عند ناس كتير. امال انت هتتكلم عنه ايه؟ ده ورم سرطاني، مشكله كبيره حقيقيه. عشان كده في التعريف بتاعه لما هنشوف دلوقتي هو مش نون نيوبلاستيك انلارجمنت، لا هو نيوبلاستيك انلارجمنت، هو تضخم سرطاني، مشكله كبيره فعلا. هل هو فيري كومن؟ هو برضه فيري كومن. هل هو بيزيد مع السن؟ بيزيد مع السن. طب في حاجه مختلفه عنه يعني عن ما بينه وما بين البناين بروستاتيك هايبربليزيا غير ان هو سرطان؟ ان هو ليتنت. يعني ايه ليتنت؟ يعني بيظهر متاخر قوي، مش اول ما يجيلك يظهر عليك لا قدر الله، لا، لما بيجيلك بيقعد فتره كده وبعد كده يظهر في صوره وجع في العظم مثلا، بعت ميتاستاسيس، فظهر في صوره تانية غير صورته الاولانيه. يعني هو ليتنت، يعني بيقعد يستقر شويه قبل ما يظهر. جميل جدا، ده الديفينيشن. طيب يا ترى ايه الايتيولوجي؟ من هنا لاخر الريبرودكتيف الايتيولوجي بتاع الاورام كالاتي. حاجه اسمها انترا ابيثيليال نيوبليزيا، انترا ابيثيليال نيوبليزيا، الخلايا بتاعه الابيثيليوم بتاعه البروستاتا حصل فيها تشينج في الكاركترز، اتغيرت، ما عادتش زي زمان. يعني حصل فيها ستراتيفيكيشن، بدات تزيد في العدد، حصل فيها انكريز في النيوكليوي، يعني الانويه بتاعتها بدات تكبر في الحجم، النيوكليولاي كمان بدات تكبر في الحجم، بدات تتغير بصفه عامه، يعني مش هتحفظ التفاصيل. فحصل فيها حاجه اسمها انترا ابيثيليال نيوبليزيا. فلما نيجي نتكلم على انترا ابيثيليال نيوبليزيا بتاعه البروستاتا هنقول عليها ايه؟ بروستاتيك انترا ابيثيليال نيوبليزيا. ولما نيجي نتكلم على التستيكل هقول تستيكولار انترا ابيثيليال نيوبليزيا، وهكذا. لكن تحفظ الكلمه بتاعه انترا ابيثيليال نيوبليزيا او الملخص بتاعها اي ان، اي ان، انترا ابيثيليال نيوبليزيا. زود عليها بي هنا تبقى بروستاتيك انترا ابيثيليال نيوبليزيا، يعني انترا ابيثيليال نيوبليزيا بتاعه البروستاتا هو ده سبب السرطان بتاع البروستاتا. انترا ابيثيليال نيوبليزيا اوف ذا بروستات او بروستاتيك انترا ابيثيليال نيوبليزيا. جميل جدا. ثالث حاجه هتكلم عنها في سرطان البروستاتا هو الجروس بيكشر، يا ترى شكلها عامل ازاي من بره؟ طبيعي ان هي تبقى زي اي سرطان خدناه قبل كده، انلارجد، جري، وايت، فيرم. فالسؤال مش هيبقى هنا، السؤال هيبقى في المنطقه الجايه دي، يا ترى الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعها عامل ازاي؟ هل برضه هايبربليزيا زي الكلام ده؟ قال لك لا، الميكروسكوبيك بيكتشر انواع، اربع انواع. اول نوع حاجه اسمها ادينوكارسينوما، ثاني نوع حاجه اسمها سكويموس سيل كارسينوما، ثالث نوع حاجه اسمها ترانزيشنال سيل كارسينوما، رابع نوع حاجه اسمها اندفرنشيتد كارسينوما، ده اسوأ نوع. ادينوكارسينوما عشان البروستاتا تعتبر غده، فادينوكارسينوما يعني سرطان الغده، فده ممكن يبقى نوع، يعني السرطان جاي في منطقه الغده اكتر. سكويموس سيل كارسينوما يعني السرطان جاي في منطقه الاستروما اكتر. ترانزيشنال سيل كارسينوما يعني سرطان جاي بابيثيليوم شبه البلادر، شبه المثانه. واخر حاجه اندفرنشيتد كارسينوما، مش لازم تحفظ التفاصيل بس انا بحاول افهمك الدنيا، يعني الانواع دي مختلفه عن بعض في ايه، المهم تحفظ الانواع الاربعه دول. جميل جدا. طيب في حاجه تانية عاوز اقولها في سرطان البروستاتا، في حاجه مهمه جدا وبيتسال فيها على طول، ولو في حاجه تانية مهمه بعد الكربورا مايليشيا فالكلمه اللي هقولها دلوقتي دي، حاجه اسمها جليزونز سكورينج. في السرطانات يا جماعه بنحاول يعني نحط لها جريد، بنحاول نحط لها درجه عشان نشوف يا ترى هنعالجها ازاي. ففي واحد اسمه جليزون بدا يعمل جريدنج سيستم كده لسرطان البروستاتا. جليزون ده قال يا جماعه في خمس درجات من درجات سرطان البروستاتا من 1 لـ 5. جميل جدا. على حسب ايه يا عم جليزون؟ على حسب حاجتين، حاجه اسمها الجروث باترن، شكل نمو البروستاتا، وحاجه اسمها جلانديولار باترن او جلانديولار ديفرنشيشن. على حسب حاجتين، الحاجه الاولى كميه الغده بالنسبه للاستروما في البروستاتا، الحاجه الثانيه الجروث باترن، شكل النمو بتاع السرطان عامل ازاي. مش لازم تحفظ تفاصيل، انا بحاول اقول لك هو قسمها على اساس ايه. امال المهم ايه بقى؟ المهم زي ما هقول لك دلوقتي ده،
انت لما بتبص تحت الميكروسكوب مش بتلاقي مثلا جريد واحد واخد الشكل كله. يعني لو جريد واحد مثلا مثلثات وجريد اتنين مربعات وجريد تلاتة دوائر، مش هتلاقي كل الصورة مثلثات ولا كل الصورة مربعة. هتلاقي الصورة فيها مثلث ومربع، دايرة ومثلث، دايرة ومربع. ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو خدت شريحة من البروستاتا اللي فيها سرطان وبصيت عليها تحت الميكروسكوب هلاقي كذا جريد. طب وبعدين يا جدعان عايزين نعمل جريدنج كويس؟ قال لك بص، انت هتشوف اكتر اتنين جريدز موجودين وتجمعهم. يعني نفترض مثلا ان المثلث ده هو جريد واحد والمربع هو جريد اتنين، بصيت تحت الميكروسكوب لقيت مثلثات ومربعات، مثلثات ومربعات. يا ترى الجريد بتاع ده كام؟ واحد زائد اتنين يعني تلاتة. طب نفترض ان الدايرة رقم تلاتة وبصيت تحت الميكروسكوب لقيت مثلثات ودوائر، المثلث كام؟ واحد والدايرة تلاتة، يبقى واحد زائد تلاتة بكام؟ باربعة. قالك هو ده اللي هنحدد، هو ده النظام اللي هنستخدمه في الجريدنج. هنبص اكتر شكلين او اكتر اتنين جريدز موجودين في الصورة ونجمعهم على بعض. طب نفترض ان المجموع كان من اتنين لاربعة، ده كويس، ده كفاءة كويس جدا، لو جريد. طب لو كان من خمسة لسبعة، والله ده ميديوم. طب لو كان من تمانية لعشرة، لا ده هاي، ده مشكلة، ده سرطان ممكن يوصل لحد الموت، فيتال. هو ده الجيزونز سكورينج، هو سيستم واحد عالم اسمه جليزون عمله عشان يعمل جريدنج لسرطان البروستاتا. تمام، مية مية. واتفقنا ازاي بيقسم على حسب ايه؟ على حسب الجرانولر ديفرنشيشن والجروث باترن. وهو كام جريد؟ هو خمسة. طب اظبطهم ازاي؟ بجمع اكتر اتنين جريدز موجودين واشوف المجموع بتاعهم كام. حلو جدا، انا كده خلصت الديفينيشن والايتيولوجي والجروث بيكتشر والمرسوم بيكتشر. عارف الديفينيشن ثلاث معلومات، الفرق بينه بس وبين البناين بروستاتيك هايبربليزيا ان هو سرطان مش حاجة عادية، وان هو ليتنت كارسينوما. الايتيولوجي حاجة اسمها بروستاتيك انترا ابيثيليال نيوبليزيا زي ما عرفناها. الجروث بيكتشر اتفقنا ان هي طبيعية جدا زي اي سرطان، جراي شوايت فيرم اللارج كلام فاضي يعني. المايكروسكوب بيكتشر بس هو الاربع انواع زي ما حفظناهم وعرفنا الجليزونز سكورينج. فاضل لي بس حاجتين في البروستاتيك كارسينوما وندخل على اخر حاجة عندنا النهاردة. عندنا ايتم السبريد او الانتشار، يا ترى تنتشر ازاي زي اي سرطان يا جماعه؟ دايركت ولينفو بلاد، حاجه بسيطه. لكن في طريقه يعني سبيشال قوي للبروستات بيها بينتشر سرطانها، في طريقه اسمها بيري نيورال. بيري نيورال البروستات عباره عن انبوبه كده، او في انبوبه وسط البروستات في اسمها يوريثرا. تمام، فلما ينتشر حوالين اليوريثرا نفسها حاجه اسمها بيري نيورال. تمام، جميل جدا. ده كده المودز اوف سبريد او ازاي بينتشر السرطان، الثلاثة اللي احنا عارفينهم زائد البري نيورال. امال ايه الماركرز؟ اقول لك ايه هي ازاي بعرف يعني اشخص البروستاتيك كارسينوما؟ هقول لك في مادتين، حاجه اسمها بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين بي اس اي، حاجه اسمها بروستاتيك اسيد فوسفاتيز. بسه وباب. الاثنين دول لما الاقيهم عاليين في الدم ده معناه ان الراجل ده عنده سرطان بروستاتا. عين يعني قد ايه؟ اكتر من اربعة. هو طبيعي يبقى من زيرو لاربعة، اكتر من اربعة ده معناه ان هو في مشكلة فعلا، في يعني في احتمالية كارسينوم. بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين او بس، وبروستاتيك اسيد فوسفاتيز او باب. كده انا خلصت اول سرطان عندي هو سرطان البروستاتيك كارسينوما. مين الاهم، ده ولا ده؟ لا، هو البنين بروستاتيك هايبربليزي اهم لان هو اشهر، لكن ده برضو مهم. في معلومة اخيرة وقلت اقولها في الاخر عشان تفتكروها ولانها معلومه مهمه جدا. انا قلت هنا في الاول ان باول منطقه بيتاثر فيها البروستات في المرض ده هو السنترال بورت. امال السرطان بقى ايه اول منطقه بيتاثر فيها؟ هو البريفرال بورت، المنطقه دي سبيشالي في البوستيريور بورت كمان. يعني السرطان اول منطقه بيتاثر فيها البريفرال بورت، لكن الهايبربليزيا اول منطقه بيتاثر فيها هو السنترال بورت. ليه بقول المعلومه دي؟ لان لو جالك واحد عنده مشاكل او احتباس في البول فهو غالبا عنده المرض ده مش ده. امال لو جالك واحد ما عندوش مشكله في البول عنده مشاكل تانية، فانت ما تروحش بقى تتكلم على بنين بروستاتيك هايبربليزيا، لا حط الكارسينوما في الاعتبار لان الكارسينوما ملوش علاقه بالتبول، لان اول منطقه بتتاثر هي البريفرال بارت مش السنتر، مش اللي جنب اليوريثرا، لكن دي اللي بتاثر على البول في الاول. جميل جدا، ندخل بقى على السرطان التاني النهاردة او الورم التاني النهاردة. هو ورم مش في البروستات، هو تحت شوية، هو في التستيكلز في الخصية. اسمه ايه؟ هو اسمه سيمينوما، بس هو مش ورم واحد بس. يعني ايه؟ يعني اورام الخصية كتير قوي،
فالعلماء قسموها لاربع اقسام، حاجه اسمها جيرم سيل تيومر، سكس كورد سترومال تيومر، ميكس واذرس. ايه الكلام ده؟ التستيكل او الخصيه تركيبها كالاتي: حاجه اسمها سيمينيفروس تيبيولز، انابيب صغيره كده فيها خلايا هنا اسمها سيرتولي سيل، وخلايا صغيره بترضع منها كده اسمها الجيرم سيل. السيرتولي سيل دي هي اللي بتغذي الجيرم سيل، والجيرم سيل دي هي اللي بتكون بعد كده الحيوانات المنويه. تمام؟ بره بقى السيمينيفروس تيبيول دي حاجه اسمها ليدك سيل، ده اللي بتطلع التستوستيرون هرمون الذكوره. طيب في اورام بتطلع من هنا الجيرم سيل دي، واورام بتطلع من هنا من السكس كورد سيل دي، واورام بتطلع مع الاثنين مع بعض اسمها ميكسد، واورام بتطلع بره خالص مالهاش علاقه بدول اسمها الليمف او الليمفوما، تطلع من الليمفاتيك سيلز اللي موجوده هنا. فاحنا النهارده هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على ورم بيطلع من هنا من الجيرم سيل. اسمه ايه الورم ده؟ اسمه السيمينوما. جميل جدا. يا ترى يعني ايه سيمينوما؟ كلمه سيمينوما معناها او يعني الديفينيشن بتاعها: it is the most common cancer او it is the most common tumor of the testicles. it is the most common tumor of the testicles. اشهر ورم بيجي في الخصيه كلها هو السيمينوما اللي بيجي في الجيرم سيل ده. طيب هل برضه بيجي في سن كبير؟ والله مش شرط، هو غالبا بيجي في سن كبير، لكن في بعض الانواع منه بتيجي في سن صغير. يعني البروستاتيك كارسينوما كان بيجي في سن كبير على طول، لكن السيمينوما في جزء منه بيجي في سن كبير وجزء منه بيجي في سن صغير. حلو الكلام؟ جميل جدا. عرفنا الديفينيشن. عايزين نعرف الايتيولوجي بيجي نتيجه ايه؟ مش احنا اتفقنا ان اي ورم في الريبرودكتيف كله هنحط انترا ايبيثيليال نيوبليزيا وقبلها اسم العضو. يعني لو عايز تقول هنا تستيكولر انترا ايبيثيليال نيوبليزيا مفيش مشاكل، انترا ايبيثيليال نيوبليزيا موجوده في الخصيه. بس هو الكتاب كاتبها بطريقه ثانيه شويه اسمها انتراتيوبولر جيرم سيل نيوبليزيا. انتراتيوبولر جيرم سيل نيوبليزيا بدل ما قلت تستيكولر، لا قال لك انا هحدد المكان في التستيكلز جوه السيمينيفروس تيبيول، فانتراتيوبولر جيرم سيل نيوبليزيا او ايبيثيليال نيوبليزيا. مش مشكله، مش هنختلف. ده الايتيولوجي. امال الجروس بيكتشر؟ نفس الكلام برضه بتاع اي سرطان، اللارجد وجريش وايت والكلام الجميل ده. امال المهم ايه؟ المهم الميكروسكوب بيكتشر، ودي اخر حاجه نتكلم عنها النهارده. برضو في الميكروسكوب بيكتشر بتاعه السيمينوما هتتقسم اربع انواع زي بتاعه الكارسينوما كده، لكن اربع انواع مختلفه شويه. حد فاكر بتاعه الكارسينوما كانت ايه؟ كانت ادينو كارسينوما، سكويمس سيل كارسينوما، ترانزيشنال سيل كارسينوما، وان ديفرنشيتد كارسينوما. امال ده اربعه مختلفين شويه. حاجه اسمها كلاسيك سيمينوما، حاجه كلاسيك قوي. حاجه اسمها كلاسيك سيمينوما، سيمينوما برضو لكن مع جاينت سيلز. حاجه اسمها انابلاستيك كارسينوما، حاجه اسمها سبرماتوسيتيك سيمينوما. اول حاجه كلاسيك سيمينوما، حاجه كلاسيك خالص. كلاسيك يعني ايه؟ يعني مؤدب محترم جايب شعره على جنب. ف ببساطه خالص هي عباره عن يونيفورم سيلز، خلايا منتظمه يونيفورم مؤدبه محترمه منتظمه. مش بس كده، قال لي كمان ان هي مترتبه في شيتس او في جداول جنبها، يعني بتفصل بينها وبين بعضها حاجه اسمها ديليكت فايبرز كده. عشان كده هو ده اللي بيديها الشكل الليبيوليتد بتاع الكانسر، الشكل اللي هو فيه فصوص كده زي البرتقان كده. الليبيوليتد جروث ده بيبقى في السرطانات، واللي مديها الموضوع ده على الميكروسكوب بيكتشر هي الديليكت فايبرز دي، هي اللي مديها شكل الفصوص دي. يبقى اتفقنا يونيفورم موجوده في شكل تيبل او في شكل جداول فيها ديليكت فايبرز. ومش بس كده، عاوز اقول لك كمان ان فيها كذا معلومه. اول معلومه ان فيها ليمفوسايتس. وعد معايا السرطانات اللي فيها ليمفوسايتس، ثلاث سرطانات في المنهج مهمين قوي. اول واحد اهو ليمفوسايتس. تاني حاجه ان هو بيستجيب حلو جدا للراديو ثيرابي، راديو سنسيتيف يعني حساس للراديو ثيرابي. ثالث حاجه ان ممكن الاقي فيه جرانيلوما. والثلاثة دول ان هو بيبقى فيه ليمفوسايتس حساس للراديو ثيرابي وبيبقى فيه جرانيلوما، الثلاثة دول بيدلوا ان هو ليه جود بروجنوزس، يعني المصير بتاعه كويس بيتعالج من الاخر. تمام؟ جميل جدا. ده اول نوع. امال الكلاسيك سيمينوما مع جاينت سيلز هو عباره عن نفس النوع ده بالظبط، لكن هلاقي جاينت سيلز جنبيه، ماكروفاجز جنبيه كده. خلاص؟ جميل جدا. امال السبرماتوسيتيك سيمينوما ده عباره عن ايه؟ عباره عن كلاسيك سيمينوما بس حصل فيها بعض التغيرات كده. يعني خلايا مش مترتبه، فيري ان شيب اند سايز كده، يعني مش مترتبه جنب بعضها. ومش هلاقي بقى الليمفوسايتس والكلام الجميل ده، لا هلاقي ميتوزس، هلاقي انقسامات ميتوزس. والغريبه ان انا لو يعني بالرغم ان انا مش لاقي الكلام بتاع اللي قبل كده، لكن هو اكسلنت بروجنوزس، هو احسن نوع فيهم اكسلنت بروجنوزس. يبقى هو فيري ان سايز اند شيب، مختلف شويه، في ميتوزس كتير
واكسلنت بروجنوزس. اخر نوع واخر حاجه هقولها النهارده لانا بلاستيك كارسينوما ده اخطر نوع ودي الورست بروجنوزس، يعني للاسف هو اسوا نوع من انواع السيمينوما. انا عارف ان الحصه كانت كبيره لكن احنا اتمنى يعني اكون فهمت الناس كات كده. كان نهايه فيديو النهارده، اللي عنده اي استفسارات واللي عنده اي اقتراحات انا هستناها في الكومنتس، وان شاء الله اللي جاي هنكمل الميل وبعد كده نخش في الفيميل. شكرا.